يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لنا إمام كثير السهو في الصلوات، فلا يخلو يوم أو يومين إلا ويسهو في صلاته فيذكر ويسجد للسهو. سؤاله: هل لنا أن نبعده عن إمامة المسجد ونعين غيره بدلا منه؟ فهل هذا له وجه في الشرع؟ والله هذا تراجعون الجهة المختصة، شؤون المساجد، شوفوا، أنا ما أقول في شيء، نعم.